بمراسم سريعه مثل عائلات كثيره تودع هذه العائله ابنتها البالغه من العمر اربعه اعوام بعد ان قتلت جراء قصف روسي على مدينه فينيتسيا وفق ما تقول سلطات كييف القصف المدفعي والصاروخي الروسي الذي تزداد وتيرته بشكل مكثف على امتداد الجبهه الشماليه الشرقيه لاوكرانيا يوقع عشرات القتلى والجرحى فيما تسميه موسكو بمرحله ثانيه من توسيع هجومها العسكري على كل محاور القتال في اوكرانيا وذلك لمنع القوات الاوكرانيه من توجيه ضربات مضاده الى البنيه التحتيه للمناطق التي سيطر عليها الروس في دومباس وبينما تحتدم المعارك في منطقة دونيتسك بين القوات الأوكرانية والروسية، ترافق معها قصف مدفعي عنيف استهدف شمالي سلوفيانسك وشرقي بخموت وغربية ليستشانسك. في ساحة المعركة تركز القوات الروسية أيضاً على تدمير الأسلحة الغربية التي حصلت عليها القوات الأوكرانية. فقد أعلنت تدمير قاذفات صواريخ من طرازه مارس الأمريكية. بالإضافة إلى مستودع لتخزين صواريخ هاربون المضادة للسفن في منطقة أوديسا جنوب غربية أوكرانيا. دمرنا مستودع صواريخ في مدينة أوديسا تخزن فيه صواريخ هاربون المضادة للسفن التي تم تسليمها الى اوكرانيا من قبل دول الناتو مقابل ذلك تقول كييف إن قواتها يمكن لها أن تستخدم أنظمة صواريخ هيمارز لاستهداف منشآت الروسية في شبه جزيرة القرم التي أصبحت ممرا لدخول معدات القوات الروسية إلى الأراضي الأوكرانية لميس السردي تي ار تي عربي